يقول الناس عن بنغلاديش فيها علماء كبار يضحون أنفسهم للدين يقاومون عن دين الإسلام. لهم خدمات وتأليفات وحركات دينية وسياسية، ولكن العرب يقولون: هل في بنغلاديش علماء ودعاة؟ هل لهم خدمات في نشر التوحيد وإحياء سنة وإماتة البدعة؟ حتى الذين لهم إلمام بهذه الدولة يعرضون أسئلة أعمق منها: لماذا البدع منتشرة في بنغلاديش؟ ولماذا الحالة السياسية متدهورة؟ وماذا موقف العلماء من هذه الأزمات الدينية؟ فعزيزي المشاهد، بنغلاديش أرض العلم والعلماء، أرض مزرعة دين الإسلام، فلماذا يجهل العرب؟ انظر، سل نفسك، هل قدم علماء بنغلاديش أنفسهم إلى إخوانهم العرب؟ وهل لهب فيهم من يعرف نفسه وإخوانه بالعالم العربي ويكشف النقاب عن تاريخهم ودورهم في الدعوة والإصلاح بلغتهم؟ إجابتكم لا، فلهذا يجهل العرب. فلا بد لنا أن يزاح الستار عن تاريخ علماء هذه الدولة الكبار، فيختار أعلامهم وأكابرهم وترسم حياتهم وتحاربهم، ثم تعرض على العالم الإسلامي خصوصا على العرب وبلغتهم، لكي يتم التعارف بين العرب والعجم وبين الإخوان المسلمين. ويسر بكم أن قناة إسلامي كلتشر إكسبريس قد تمسك بهذا الأمر الخطير مع ضعفها وقلة زادها، إذ القليل خير من المعدوم. وهاكم مسلسل رجال صنعوا التاريخ في بنغلاديش، نورد هنا خدماتهم وتأليفاتهم وحركاتهم الدينية والسياسية فردا فردا، فاذكرونا في دعائكم. جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء.